فكره مقال حضرتك ايه يا سياده اللواء بكره في الاهرام؟ الحقيقه انا بتحدث عن اهميه تكشيف الحركه المصريه على الساحه الافريقيه وبصفه خاصه في هذه الفعاليات اللي بتعد هي لها قيمه عاليه فيما يتعلق بدعم التواجد المصري على الساحه الافريقيه. ايوه. سياده وزير الخارجيه عمل اجتماعات متعدده مع نظراء في مجلس التنفيذ للاتحاد الافريقي وده كان تحضيرا للسنه. ثم لقاءات السيد الرئيس واللقاءات المغلقه او اللقاءات اللي هتتم ان شاء الله فيما يتعلق بقاده وزعماء الدول الافريقيه واللي بتستهدف بالاساس التاكيد على حرص مصر على التعاون مع اشقائها الافارقه في تحقيق المصالح المشتركه. ايوه. خاصه مع دول حوض النيل لانه الحقيقه خلال الاسبوعين اللي فاتوا كان في يعني حراك شديد فيما يتعلق بالزياره اللي قام بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى اربعه من دول حوض النيل. ايوه. واللي اثارت قدر كبير من الضغط على الساحه. ايوه. طبعا احنا رؤيتنا فيما يتعلق بدول حوض النيل هي احد محاور الاهتمام الرئيسي فيما يتعلق بالامن القومي المصري. وبالتالي أيوة. احنا بنهتم بيها بشكل مباشر بالاضافه لمنطقه القرن الافريقي لان طبعا دي منطقه اهتمام مباشر للامن القومي المصري. اسرائيل خلال الفتره الاخيره الحقيقه كان لها تركيز كبير سواء كان فيما يتعلق بالنشاط مع دول حوض النيل او مع دول القرن الافريقي. أيوة. وكانت بتستهدف بالاساس محاوله تعزيز تواجدها وبالتالي في بعض جوانبها التاثير على مصالح مصر الحيويه مع هذه الدول. وايضا مصالح الدول العربيه. ايوه. تحرك اسرائيل مع هذه الدول الحقيقه كان بيستهدف في جانب منه محاوله تعزيز تواجدها في المؤسسه الافريقيه الرئيسيه والاتحاد الافريقي. فطلبوا بان يبقى لهم وضعيه صفه مراقب عضو مراقب في المؤسسه الافريقي وده بيجمع معظم اترفض اترفض ست لواء مش كده؟ أيوه. وده سبب اترفض قبل كده الحقيقه. أيوه. انما هو ليه الكلام ده بيطلب؟ ليه الكلام ده بيطلب؟ وده النقطه المهمه الحقيقه في هذا الامر. انه التحرك في هذا الاتجاه الحقيقه بيخدم فكره ان يبقى لهم تواجد مستمر مع داخل مؤسسات القاره الافريقيه. فكره العرض العرض انهم يبقوا مراقبين. بالظبط. وقبل أيوه. كده اتعرض سنه 76 واترفض برضه. واترفض برضه. لكن لا زالوا بيواصلوا لانه هو كان لهم رغبه حقيقيه او اساسيه في ان هم يبقى لهم تواجد في اطار اقليمي لانه لحتى الان ليس لهم تواجد في اطار اقليمي ينتموا ليه حتى في اسيا. داخل المؤسسات الدوليه. ايوه. اسرائيل بتركز حركتها الحقيقه في الاستفاده من قدراتها العلميه والتكنولوجيه سواء كان فيما يتعلق بالمشروعات الزراعيه او وهي متقدمه الحقيقه في المجالات دي. الحقيقه طبعا هي بتوظف امكانياتها في هذا المجال لخدمه او اقل دعم التنميه في هذه الدول. وبتوظفها في انها تحقق مصالحها مع الدول الافريقيه. ايوه. ولذلك بارى ان لابد ان يكون هناك دور ايضا لمصر والدول العربيه في استعاده القياده العربيه للقاره الافريقيه مره اخرى. وده ياتي من خلال ان يبقى في تعاون مشترك او رؤيه مشتركه بيننا وبين الدول العربيه للعمل داخل الساحه الافريقيه. الساحه الافريقيه هي مستقبل التنميه في العالم كله. ايوه. والموارد المتاحه في الدول الافريقيه يمكن ان تخدم التنميه في كل دول المنطقه وليس الدول الافريقيه فقط. ايوه. هناك فرصه ان احنا نتعاون مع الدول الافريقيه في تعزيز التعاون المشترك مش بس في اتجاه المياه وانما ايضا في اتجاهات اخرى مرتبطه بخطط التنميه المستقبليه. ايوه. اسرائيل الحقيقه بتحاول ان هي تضغط في اتجاه انه الدول العربيه والدول الاسلاميه هي المصدره للتطرف والارهاب في دول القاره. وبتستند في بالي ان معظم التنظيمات اللي بتدعي انها اسلاميه التنظيمات التكفيريه زي القاعده وفراحة في القاره خاصه في ليبيا ومالي وبوركينا فاسو وجماعه بوكو حرام الموجوده في نيجيريا حركه الشباب المجاهدين في الصومال وكل دي حركات بتمارس اعمال بتتسم بالتطرف والارهاب وبالتالي أيوه. حاولت ان هي تقنع دول حوض النيل ودول القرن الافريقي والدول الافريقيه بانها تستطيع ان تعمل معها سواء كان في مجال تبادل الخبرات او تبادل المعلومات لمكافحه الارهاب. ايوه ايوه. والحقيقه تواجدهم داخل المؤسسات الوطنيه في الدول الافريقيه دي بيؤثر بشكل كبير على استقلاليه الدول دي والتعامل مع الدول العربيه والدول الاسلاميه. يعني التواجد بتدعو من خلال هذا المقال انه تعزيز ايضا التواجد المصري في القاره الافريقيه بشكل هو الحقيقه التواجد موجود بالفعل ولكن لابد ان يكون هناك تكامل في التوجهات الخاصه به
كل وزارات الدوله فيما يتعلق بالتعامل مع التواجد في افريقيا. افريقيا تعتبر بالنسبه لنا مصدر خصب لكل ما هو يخدم. عشان كده سياده الرئيس بيقول لا بديل عن الاندماج والتكامل. لابد هيحمل لنا رؤيه فيما يتعلق برؤيه افريقيا 2063 ودي الحقيقه تقارب مزدهره تنعم بالامن والاستقرار، ودي رؤيه طموحه واعتقد من الممكن ان يتم تنفيذها فيما لو تم التعاون. انتوا كمركز كدراساتي فن